صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 فرشدي الأندلس. السلام عليكم. كسر دواد قيبت لبادي دعدوين تاريخيا. دعدوين كان انكاد لينا وحيد عين بالرمضان قدهت. ما انت وحنكاد لينا فرشدي أندلس جزيرة وكا إيبيريا. انت انا فافاين داراده قلين حقي دعدا أندلس. أندلس وجزيرة وكا إيبيريا. رول كما انت لو يقان إسبانيا برتقيسكا. لكن وحاحسد مضان ان لو قاد ان حكم كي مسلمين تا إيبيريا وقاري. قيبك مذا فرانسيسكا فرشد أندلس وحلول جدا الأولى أيضا أو مسلمين تكوقا ذين دولة دي قوطيين تي إسبين حكومي جرتي فرشد وحيد عذي قاضين دولة دي خلافة أمويين تا أيضا كمسلمين تا أمويين تا وحاهو قايمين أي طارق بن زياد أو بربرا أما داد كدق وقويق أفريكا ما انتنا لو يقان أمازيغ أرين كاس وحود عي سكاشن لبدي هجري وكوبيغا تضوبق الكويتب الميلادي تاسوا إن سكاشن لبصنا يكسو وريقتي هجردي رسولك وانا كدب كوي سديتا سنة غير دي رسولك هدبا مركي وقويق افريكا لفورتي قبائل كبربر كندين تقاتين وحالق مارمان نقطي ان للرido نظام كي دولمي قبضناء كتاليناي دولك اسبين عيدا كخلافة امويين تي وقويق افريكا وحاهو قانسر اللوغة ديجي طارق بن زياد او كم اذا قبائل كبربر كيدقر دولكاس طارق بن زياد وحود ياري عيدا كيسا او بربر وبضن وحون الدقي ديجان كلويقان جبل طارق او اهبور دعضر لحظة بده ما انت وحلو يقانا جبرالتر وانا دولة حبين كهميذ اوغو يوروب لكن هو مقع حقامية مسلمة ان كستو التاج كإنجليز كرعصانتهي لكن هدن وحيه هي ستاحو كنهوصاد دقالة فرشد أندلس وحي باللوضين تضوبق الكوي تبن ميلادي او كوبيغان سقاشن لبدي هجري وحين السعودين الى تضوبق لشن الى باتنا كوبيغان بقلي تضوب هجري مركز او مسلمين تقارين حدود كفرانسيسكا شن يتبن صنايا لإسروغايي وحانا دولك لديجي بقرتويوين بدن او مسيحيا وانا قيب ير او كمذا تاريخ دقالة أندلس مركي اي دولة دي اموين تو دميستر تي فرشد وقويق افريكا قبائل كبربر كندين تي اسلام كقاتين وحالاق مارمان نقوتا ان دان تكالي بد لو قدبو وارين عي اسبين سدين تلافا فيو يدي رجلين كيما دي كوحا بدن او نصارى يهود سوجرا او دي دنا نظام كي كجري اسبين يا ايبيريا او ظلم يا فساد عنكوها كو حبذن يا دولك مسلمين تي وقويق افريكا يماضي اي يقولي واد قبسن كرتان دولك ظلم جنا كغادة دادك كنال قبائل كبربر كإسلامي وحي اهين دقالي هاني لباح لهردمو وحين اد وغفر حصانين ان اي جهاد قلان دولك مسلمين تنرين عيورب وبلاريان وحا حسيد مضن ان موسى بن نصير وها والي قامنينك دولة دي خلافة امويين تقابل سن وقويق افريكا هدبا مركي لا تلماما يفرشد أندلس وحافرت الوفيق لبنين طارق بن زياد أو بربرة يا موسى بن نصير وعربة لكن توحيدك يا إسلام مضو ولا ليسي موسى بن نصير يا طارق بن زياد وحيسب بوحد أدجيا خددي لغو بلا بلها دقال كاسات كوادك أوه قد مقديا أو آذن أغين وحكاك صوبح الدونة كدب لتشك خليفكي مسلمين توليد بن عبد الملك نين لغو مقعاب طريف وهو جميع إذن كنا سجنا وقوي أفريكا أيا لو ديري سيسير دونا هانا أساقا وتأفر بقلونين إيو أفر دومود سيبا لو أغاد حوغا يعيدن كدين عكالة طريف وحوغا ريحيبها إسبين وحونا دقا جزيرة لغو مقعابو بالو ماس مهمة دي لو ديري مركو غارينا ديب أيو أصول لابتي طريف أساقا معلومات بدن ودا يو ديب أغو صول لابتي وقوي أفريكا موسى بن نصير او اها براسابك وقويق افريكا وقابل سن خلافة دي امويينتا ايا دياريي رقي قريلا دقالك فرشد أندلس وحون دياريي كومنان عيدان او بربر وبضن ايمانك يا اسلاني مذوحي كحوق بذيين حرير كاستو ادونكا كجرو وحا هقاميان لو قدق عيدان كاس طارق بن زياد
oo ah nin aad u ikhlaas badan. Shanti Rajab 1900 hijri oo ku beegan 28kii Abriil 711 ciidanka Taariq wuxuu ka gudbay gacanbiyoodka magaciisa maanta huwan ee Taariq bin Ziyad, wuxuuna degay jasiiradda ama dalka yar ee maanta magaciisa huwan Jabal Taariq si uu u noqdo saldhig uu ka duulo. Taariq bin Ziyad wuxuu diray guuta ciidana uu hogaaminayo Cabdilmalik bin Abi Caamir, waxayna hawshoodu ahayd qabsashada magaalooyinka xeebaha Spain dhaca. Waxaana u suurta gashay qabsashada dhowr magaalo. Warkan ayaa gaaray boqorkii xilligaas Spain, Rodrigo, oo muslimiintuna u yaqaaneen Ladriiq, oo ku sugnaa Bambalona waqooyiga Spain. Wuxuuna u maleeyey markii hore weerar ku dhufo oo ka dhaqaaqa, laakiin markii dambe ayuu xaqiiqada ogaaday markii uu maqlay in ciidanka muslimiinta u dhaqaaqeen dhinaca Qurtuba dagaalkii waadiga Lakka. Maalin axad 28kii Ramadaan 1902 hijri oo ku beegan 19 Julaay 711, dagaal lagu tilmaamo midka Andalus lagu furtay ayaa waadiga Lakka ku dhex maray muslimiinta iyo Isbaanishka. Dagaal baalasha la iska rifay oo aad iyo aad u qaraar. Dagaal ragga Taariq bin Ziyad ku baayacoodeen geeri ama guul ayaa daafay gudaha waadiga Lakka ka dhacay. Natiijada dagaalku waxay ahayd in si xun loo ruugo ciidankii quutiyiinta Spain, waxaana loo geystay Jab taariikhda galay. Dagaalkan Lakka waxaa lagu tilmaamaa inuu la mid yahay kii Yarmuuq ee dhulka Shaam, kii Qaadisiya ee Ciraaq, kii Nahawand ee dhulka Faaris, dagaaladaas oo ahaa kuwii ay saxaabadu dhulka ku dhigeen boqortooyooyinkii Faaris iyo Room. Guusha dagaalka Lakka, muslimiinta aad ayay ugu farxeen meel kasta ay joogaan, waxaana bilowday in dad badan ku soo biiraan saaxooyinka dagaalka ee Andalus. Ciidanka kadib guushaas wuxuu sii galay gudaha dhulka Spain. Muslimiintu waxay go'doon ku soo rageen magaalada Ishbiliya ama Sifiya, waxaa xigay furashada Qurtuba iyo Tulaytila ama Toledo, waxaa xigay sidoo kale qabsashada Saragoza ama Saragasta. 711 waxaa la furtay magaalada Girnata ama Granada. 1904 hijri oo ku beegan 713 waxaa sidoo kale la furtay ama muslimiintu galeen magaalada Ishbiliya, Sifiya. Kadib sanad furashada Ishbiliya waxaa la furtay Valencia ama Valencia 714 miilaadi. Waxaa xigay Malaga, Almeria iyo dhammaan magaalooyinka Spain. Markii laga reebay magaalooyinka Catalonia oo ilaalo ka helayay Byzantiyiinta iyo Faransiiska, laakiin waqti dheer kadib waa 6 Julaay 985 miilaadi oo ku beegan 374 hijri ayaa la furtay magaalo xeebeedka Barcelona, waxaana furtay Almansuur bin Abi Caamir. Muslimiintu xadaarad aanan horey Yurub looga arag ayay ka dhiseen Spain. Boqorada Yurub ciyaalkooda waxay waxbarasho ugu soo diri jireen dhulka Andalus ee muslimiintu ka taliyaan. Qalcooyin iyo qusuur la yaab leh ayay dhiseen. Ilaa hadda Spain balaayiin lacag ayaa ka soo gasho dalxiisayaasha u daawasho tagaayo raadadkii ay muslimiintu ka tageen, sida qasriga la yaabka leh Alxamra magaalada Girnata, qasri biyuhu dhinacyada ka socdaan, dhexdiisana ku yaalaan libaaxyo afka biyo ka tufaayo. Waxaa kaloo ka mid a suruuxda la yaabka leh muslimiintu ka dhiseen masjidka weyn ee Qurtuba oo malaayiin dalxiisayaal aadaan waqtigan. Intaas ayaan ku joojinaynaa, waxaan rajaynayaa in aan mar sii wadi doonno qisada iyo taariikhda Andalus.